آلهته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله مغادرين بانكوك اللي وجهتنا الرئيسية اللي زرنا تايلاند عشانها، طالعين الجزيرة فوكيت أو بوكيت، جزيرة الاسترخاء، طالعين نسترخي في هالجزيرة ونستمتع بمعالمها وأنشطتها. بانكوك العاصمة جميلة وتصلح أن الواحد يتسوق فيها ويستقر فيها، وهي مدينة للناس اللي يجون العلاج أو التسوق، ويفضل دائما أنك تخلي التسوق آخر يومين في بانكوك قبل تغادر إلى بلدك تتسوق وتروح. الجواز السعودي عشان تدخل إلى تايلاند لابد أنك تحصل على فيزا تجارية أو فيزا علاج، ودون ذلك غير مسموح. قصيت تذكرة من بانكوك إلى فوكيت 230 ريال، وإضافة الشنطة 400 ريال. المكتب ما أضافها لي، لو أضاف لي المكتب لو أضاف الشنطة كان دفعت أقل من المبلغ اللي دفعت. شنطتي 20 كيلو وأعطوني 10 كيلو مجانا و10 كيلو أدفع قيمتها، طلع الكيلو 400 بات، يعني 4000 بات تقريبا 450 ريال اللي بدفع زيادة. دائما اللي بيحجز، انا كلمت المكتب ذاك اليوم حجز لي بس ما اضاف لي شنطه، لو اضاف الشنطه طلع المبلغ اقل. صاحبي عنده مكتب سياحي هو اللي دائما يحجز لي تذاكر الطيران الله يعطيه العافيه، ودائما يضيف الشنط. المره هذه ما اضاف في التذكره شنطه، لكن امر بسيط، دفعنا مبلغ بسيط تيسرت الامور. طبعا احنا في المطار الداخلي، هو يخدم الرحلات الداخليه في تايلاند ويخدم اربع شركات هذا المطار في وسط بانكوك. مساكم الله بالخير، وصلنا مطار بوكيت الدولي، راح نستمتع نحن وياكم في هذه الجزيرة، تابعونا استمتعوا. جزيرة بوكيت ما ودك تجيها فردي لحالك، ودك تجي مع شركات تضبط لك أنشطتك وتضبط لك جداولك سياحية عساس تستانس وتنبسط. كانوا في استقبالنا الشركة، طبعا ليش أنا أقول الأفضل شركة؟ لأن الشركات يجهزون لكم كل شيء، يعني ما تروح تتعب وتدور وينصب عليك، خلاص كلش جاهز مرتب. في ناس يحجزون بفلسهم يقدرون يجون عادي ما في أي مشكلة، لكن أنا أفضل أنك تجي مع شركة مرتب لك كل شيء، الفعاليات والبرامج السياحية. لذلك ممكن تستغني عن بعضها تقول لا ما أبغاها، وممكن تأخذها كلها، لأن هنا الأسعار يعني تخبرونها، يعني دائما أسعار سياحية كل إن يعطيك سعر من عنده. بعد ما خرجنا من المطار متوجهين إلى شاطئ الباتونغ. شاطئ الباتونغ هذا يعتبر السنتر حق جزيرة بوكيت. جزيرة بوكيت فيها عدة شواطئ وشواطئ كثيرة اللي فيها موجودة، لكن شاطئ الباتونغ هو السنتر حق المدينة. نسبة المسلمين كثيرة هنا في جزيرة بوكيت ما شاء الله تبارك الله. شوفوا درجة الحرارة الآن 27، تدرون أنها أبرد من باريس؟ شوفوا باريس كم درجة الحرارة فيها، باريس 31 واسطنبول 31. هذا اسماء الشواطئ، بعض الشواطئ لأن ذكرنا قبل شوي أن الشواطئ كثيرة هنا في جزيرة بوكيت. الشباب في رابطة محبي تايلاند الله يعطيهم العافية استأجروا لي في هذا الفندق ديفانا بلازا في وسط السنتر على الشارع الرئيسي حق المطاعم العربية والحلا. هذا الاستقبال، ثانك يو، يا سلام. هذا المقهى حق الاستقبال، شوف الاستقبال كيف، بس موقع وطلالته. استلمنا الغرفة، بس قبل ما نطلع الغرفة تكفى طلالة كذا سريعة على فندق. هذا شكله من الداخل، يا سلام، شيء شوف الغيوم هناك تشوفونها على الجبال، صراحة ما شاء الله تبارك الله إبداع، يا سلام. ثانك يو، يا سلام، يا سلام. هذا فندقنا في شاطئ الباتونغ، وهذا الشارع الرئيسي المباشر في هذا الشاطئ، يعني كل شيء جنبك وحواليك. الان راح ناخذ جوله. هذا الشاطئ حق الباتونغ وقريب من الفندق، يمكن تقريبا 3 إلى 4 دقائق مشيا على الاقدام. يا سلام، هذه بعض الانشطه اللي ممكن تمارسونها هنا في بوكيت، وتحديدا في هذا الشاطئ، زي الجيتسكي وزي الباراشوت زي الموزه هذه. لكن ترى تحذير يا شباب، كثير من الناس يحذرون من استئجار الجيت سكي هنا، لانهم غشاشين ويضحكون عليك ويعطونك واحد خربان او يخربونه، يقولون ادفع قيمته، يكلفك من 2000 الى 3000 ريال سعودي،
فلذلك احذروا منهم هنا ينصبون في الجيت سكي. ايضا ممكن تمارسون رياضه المشي، تمارسون رياضه الاكل، ترى في المطاعم هنا كلها هاي انا موجوده. حلو رياضه الاكل. بوكيت يمكن تحتاجون شهر كامل عشان تخلصون الانشطه اللي فيها اللي بيستمتع. ايضا ممكن تمارسون التسوق، التسوق يعتبر هوايه. وممكن تلبسون هالشيك بالشيك اذا حبيتوا. يا سلام. انتم هنا على هذا الشاطئ، تجون مع هذا الشارع 200 متر يطلعكم على الشارع الرئيسي حق اللي هو التسوق والمطاعم والفنادق قريبه من هنا. صراحه متعه وانت تتمشى كذا وتتجول على الشاطئ. يا سلام. هذا اسم الشاطئ باتونغ بيتش، مقابل للشاطئ مباشرة. طبعا الشارع هذا ما ننصح فيه خصوصا العوائل اللي معهم أطفال، لأن هذا الشارع يسمونه شارع جهنم، من أسوأ الشوارع في المنطقة، لذلك ينصح بعدم الولوج مع هذا الشارع. خليه يقعد ما نبيه. عزلت دينة الأكل البحري، كلش مطاعم بحرية أكل بس. وصلنا الآن إلى الشارع الرئيسي في باتونغ اللي عليها المطاعم والمقاهي والفنادق، والآن بدأت تمطر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، أمطار وأرزاق يا ربي لك الحمد. شوف شوف شوف، لا يا زلمة لا، خلاص شريت ثلاثة حول 10 ريال، يعني الواحد بثلاثة ريال، أنا من خلصت منها أجدع. يا سلام، أهم شيء طبخ الوالدة عندنا. البارح تعشينا في بانكوك، تعشينا مطعم اليمن. اليوم بنغير، بنتعشى مطعم القاهرة. أم الدنيا. يا سلام، انا احب المطعم اللي يحط صور، مطعم يحط صور مره يريح، تحس انك ودك تطلب الاكل كله. حلو جو المطعم. طلبت رز وجمبري، فلما نزلوه جو شالوه من جديد. ليش؟ قالوا في توصيه عليك، فيها محسن العتيبي الله يعطيه العافيه ابو عبد الله يمدرها، اني في المطعم هذا قال شيلوا الطلب اللي يطلبه ونزلوا له الطلب على ذوقي، وهذا على ذوق ابو عبد الله الله يكثر خيرك. تحيه من بوكيت الى الكويت، الله يجزاك خير يكثر خيرك. انا الذبيحه هذه كيف ناكلها مقطع، وهذا يناظر في الله من الاخر. ما شاء الله تبارك الله، لذيذ لذيذ جدا. هذا هو مطعم القاهره، اللي يجي بوكيت لا يفوته، عسى الله بيستانس. اتمنى انكم استمتعتوا في جولتنا الخفيفه هذا اليوم في بوكيت. إن شاء الله نكمل الجولة في الأيام القادمة، كونوا معنا واستمتعوا.